والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد رئيس الأمن سيدة أستاذة الجليلة نزهة مسافر عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية نيابة عن السيد رئيس المنتدى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سيد أستاذ فاضل حافظ بحث ورئيس شعبة التعاون القضائي الدولي برئاسة النيابة العامة نيابة عن السيد وكيل عام الملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة سيدة الأستاذة فاضلة سامية شكري مديرة التحديث بوزارة العدل نيابة عن السيد وزير العدل سيد عامل صاحب الجلالة على إقليم آسفي ووفد المرافق له السادة المسؤولون القضائيون السادة المستشارون والسادة نواب وفد عام الملك لدى هذه المحكمة السادة القضاة والنواب وكيل الملك لدى المحاكم ابتدائها بالدائرة القضائية السيد نقيب هيئة المحامين والسادة أعضاء مجلس الهيئة الآسفي السيد والي الأمن رئيس الأمن الإقليمي الآسفي السيد قائد جهوي للدرك الملكي الآسفي السيد قائد جهوي للدرك الملكي للصويرة السيد قائد إقليمي للقوات المساعدة للأسفي السيد مدير إقليمي للضرائب السيد قائد إقليمي للوقاية البلدية السيد رئيس دائرة الجمارك للأسفي السيد رئيس المنطقة الأمنية للصويرة السيد رئيس المنطقة الأمنية لليوسفية السيد مدير إقليمي لوزارة الصحة السيد مدير السجن المحلي للأسفي السيد مدير الفرع المهني المحكمة وأطر وموظفي المديرية السادة أطر وموظفي كتاب الضبط بالرئاسة والنيابة العامة السيد ممثل المجلس الجهوي للموثقين السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول السيد ممثل المجلس الجهوي للخبراء السيد ممثل المجلس الجهوي للتراجمة السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين السيد رئيس المجلس الجهوي للنساخ السيدات والسادة النساء ورجال الإعلام حضرات السيدات والسادة الحضور الكرام كل واحد باسمه وصفته والاحترام الواجب له تنفيذا للإذن المولوي الثاني لجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية للسيد الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن افتتاح السنة القضائية 2022 واستنادا لمضامين المنشور الوزاري رقم 845 بتاريخ 16 مارس 1973 بشأن كيفية عقد الجلسات الرسمية العادلة تتشرف الهيئة القضائية في دائرة محكمة الاستئناف بآسفي وكافة مكونات أسرة عدالة بها بأن تلتزم من جديد في هذه الجلسة الرسمية المباركة إذاناً عن افتتاح السنة القضائية 2022 وهي مناسبة تستشعر فيها أسرة عدالة قاطبة سمو ما يحيطها به أمين المؤمنين القاضي الأول من سابق عقله وموفور رعايته وحرص جلالته الراسخ على ضمان استقلال القضاء ودعم السلطة القضائية. يتجدد لقاؤنا هذا وكلنا أمل في أن نكون عند حسن ظن مولانا أمين المؤمنين وفي مستوى انتظارات وخدمة مرتفق العدالة ومكرسين لمبادئ ضمان الحقوق والحريات وتحفيز الاستثمار. سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، تنعقد هذه الجلسة الرسمية ونحن نستحضر الاستقلال المؤسسات للسلطة القضائية والنيابة العامة وتساؤلات المواطن عما تحقق من انتظارات خلال هذه المرحلة.
سواء على مستوى تحقيق الأهداف المعلنة أو رفع التحديات التي تواجه العدالة ببلادنا انطلاقا من المستجدات والمتغيرات والتقلبات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي والتي لها بالضرورة انعكاسات على التنمية الاقتصادية والاستثمار وتخليق الحياة العامة وما يتطلبه ذلك من تكريس عدالة نزيهة وفعالة وضامنة للحقوق والحريات وبناء ثقة المواطن في مؤسساته العدلية. سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، لا شك أن افتتاح السنة القضائية يشكل مجالا لتجديد التواصل بمختلف فعاليات العدالة. يتم الإعلان من خلالها عن الجهود المبذولة طيلة السنة القضائية وإبراز مستوى خدمات العدالة التي تم تقديمها للمواطن فضلاً عن مساهمة منهجية العمل سواء من حيث الالتزام بتطوير جودة الخدمات أو تيسير الولوج إلى العدالة في إطار الضمانات الكافية بتحقيق كل الشروط المحاكمة العامة من جهة وتشخيص مكان الخلل من خلال ضبط مختلف المعيقات والإشكالات والإجراءات التي واجهتها طيلة السنة من جهة أخرى. وفي ظل استمرار جائحة كورونا ومتحوراتها المزعجة، بذلت هذه المحكمة وكذا محاكم الدائرة القضائية جهودا كبيرة للوفاء برسالتها الدستورية واعتمدت إجراء المحاكمة عن بعد الذي فرضته من انتشار جائحة وباء كوفيد-19 كما هو الشأن بالنسبة للاجتماعات عن بعد. واستخدام هذه الوسيلة كانت طبعا بتشاور مع رئاسة المحكمة ونقابة المحامي والمديرية العامة لإدارة السجون ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، كما أن المحاكمة عن بعد لا تتم إلا بعد موافقة كل من المتهم ودفاعه، مع تسهيل تقارب المعتقلين مع دفاعهم بالمؤسسات السجنية خلال فترة الحجر الصحي، حيث بلغت عدد طلبات تقارب عن بعد سنة 2021 ما مجموع 46 طلب تم الاستجابة لها، وبلغت عدد الجلسات المنعقدة في إطار المحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية خلال نفس السنة ما مجموع 617 جلسة، بلغ عدد قضايا الحكومة 434 قضية حكم خلالها 442 معتقل. سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، ما من شك أن العنصر البشري من قضاة وعضو إدارية يعتبر قطب الراحة في رفع كل التحديات التي تواجه العدالة لبلوغ الأهداف المستطرة، غير أن ذلك رهين بتوفير الظروف المناسبة لاستثمار هؤلاء الأطر، لا سيما توفير فضاء مناسب للاشتغال لما له من انعكاس نفسي على العاملين به من جهة وعلى المتفقين من جهة أخرى وما لذلك من أثر على مستوى إنتاج العدالة. وفي هذا السياق فإن أسرة عدالة الدائرة القضائية لكمال السيناء بأسف تطلع إلى تعزيز صرح العدالة من خلال تسريع وتيرة إنهاء أشغال بناء المطارات الجديدة لمركز القاضي المقيم بست كزولة بأسف ومركز القاضي المقيم بإتمامات وحمشان بالصويرة، وكذا الإسراع بإصلاح بناية هذه المحكمة التي ضغط محط انشغال وانتظار من قبل كافة مكوناتها من قضاة وعضو إدارية وهيئة الدفاع وباقي مساعدي القضاء، مما لذلك من انعكاس على كيفية تدبير القضايا على مستوى الزمان والمكان، لا سيما أمام تزايد مرتفق العدالة وتصاعد عدد القضايا المسجلة بالمحكمة. السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، منذ تنصيبي على رأس هذه النيابة العامة بتاريخ 2/2021 قمت بتشخيص وضعية العمل وحددت مكامن الضعف والقوة وبدأ المؤشرات الإيجابية والسلبية ووضعت الخطط الاستراتيجية والآفاق المستقبلية البعض منها على المدى القصير أو المتوسط والبعض الآخر على المدى البعيد، وأنجزت تقريرا في الموضوع تم رفعه إلى السيد رئيس النيابة العامة
بتاريخ 14 أكتوبر 2021 كما أنجزت تقريرا آخر حول حصيلة نشاطي والاجتماعات التكبيرية التي قمت بها بعد مرور 100 يوم من تنصيبي على رأس هذه النيابة العامة بغية تحقيق النجاعة القضائية المطلوب تنزيلها على أرض الواقع تنفيذا للتعليمات وتوجيهات السيد رئيس النيابة العامة والتي رفعتها لسيادتي بتاريخ 15 نوفمبر 2021. السيد الرئيس، حضرة السيدات والسادة، إذا كانت الغاية من انعقاد هذه الجلسة الرسمية هي الإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة بدائرة هذه المحكمة، فإنها مناسبة لاستعراض خطوط عريضة والتصورات العامة المستقبلية حول تدبير المهام وتصريف الأشغال بها والأهداف المأمون تحقيقها خلال السنة القضائية الجديدة. وإذا كان لفضاء الاشتغال في مجال تدبير العدالة أهمية قصوى كما سلف بيانه، فإن للعامل البشري دور محوري في تصريف هذه الأشغال، ولذلك لقد تحققت نتائج محمودة ومشجعة في تدبير مختلف الإجراءات بالنيابات العامة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وبفضل تضحيات العاملين بها رغم محدودية عددهم، حيث لا يتجاوز عدد قضاة النيابة العامة العاملين بمحاكم الدائرة القضائية تلك القاضية، من بينهم 8 لهذه المحكمة. وبالنظر إلى عدد السكان بالدائرة القضائية لهذه المحكمة والتي يتجاوز مجموعه 1,694,450 نسمة، فإنه يكون لكل نائب عام لا يتجاوز 174,306 نسمة، وبالأخذ بالمعيار الدولي الأكثر نموذجية لعدد القضاة بالنسبة لعدد السكان وهو ما يعادل 7 قضاة لكل 100,000 نسمة، فإن كل نائب عام يقوم بمهام 12 قاضيا. وبالنسبة للسادة الوفية مقررة على حجج عروضة الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، فإن المحكمة مطعون في قرارها عندما ألغت حكم ابتدائي وقفت بضاعة المتهم المطلوب في القتل، مما يسمح إليه استنادا إلى كون الأفعال غير سلسة انطلاقا من إنكاره وتراجع الشيء أمام المحكمة مصدر الحكم المذكور، واعتبار هذا التراجع سبب في استدعاء شهادته دون أن تقوم باستدعائه للاستماع إليه عملا من مقتضيات المادة 289 المذكورة، ثم تبني بعد ذلك مطالع على أن نوقش أمام حضور وشفهيا لم تجعل بما قضت به أساس من القانون، فجاء قرارها والحالة هذه منعدم التعديل وعودة للنقد والإبطاء. فيما يتعلق بحدوث اختصاصات الغرفة الجزئية لتقييم العديدة، تم حسم النقاش القانوني الذي كان يطرح حول حدود اختصاصات الغرفة الجزئية لتقييم العديدة، حيث استنادا إلى القطع المقدم من قبل هذه النيابة العامة أصدرت محكمة النقد قرارا تحت عدد 1238 بتاريخ 1 شتنبر 2021، جاء فيه حيث عدد الغرفة الجزئية قررها القاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المطلوبين في النقد، بأنها برجوع إلى وثائق الملف تبين لها خلوه من العديدة الملموسة والخالية من كل لبس أو تخمين، والتي يوجد احتمال وفي تحريك المتابعة بما يكون معه أمر قاضي التحقيق مصادف للصواب ويتعين بتأييده، كما أعلن قاضي التحقيق أمره بإنكار المطلوبين في النقد وأن تصريح الشهود مستمع إليهم خلال المرحلة التحقيق لا يمكن أن تنهض كحجة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.